الدكتورة زايد، الرجل التاني في مكتب الشباك، والمسؤول الأول عن مكافحة التجسس كان عندك في البيت. لا وإيه، كنت لسه بتأكد من الحاجة اللي في الحمام، لقيته كابس على نفسي من غير معاد. كان عايز إيه؟ ولا حاجة، قال وحشت وقال. لا أنا مش مستريح للحكاية دي، أنت لازم تبلغهم بالموضوع ده. ما هم عارفين. عارفين منين؟ ما وصل كيورا سافر فرنسا وأنا هناك، وراح سأل عليا في المصنع بس ما كنتش موجود. وكان رأيهم إيه؟ انبسطوا قوي، دول حتى قالوا لي كل اللي مطلوب منك إنك لما ترجع إسرائيل تحافظ على علاقتك بيه وتقويها. أنا شايف إن دي فرصة ما حصلتش في التاريخ قبل كده لأي عميل، إنه يبقى هو والخصم بتاعه قريبين من بعض بالشكل ده زيك أنت وجيورا، لأن ده معناه يا عابد إنك هتبقى عارف الخطوة اللي هيعملها من قبل حتى ما يعملها. أنا شايف إن دي فرصة مش لازم أبداً نضيعها من إيدينا. دي حكاية تخوف. جيورا زايد معروف عنه إنه عنيف ومتعصب وبيستمتع بتعذيب خصومه، دايما ارتكب جرائم في حق الفلسطينيين، هدم بيوتهم وتسبب لهم في بلاوي. ده انسان سادي، عارف يعني ايه سادي. انت هتقولي انا عارفه كويس ومن زمان، بس انت ما شفتش وشه اول ما دخل الشقة. الحقد والغيرة والجشع كانوا حينطوا من عينيه. ربنا يكفينا شره. بس بكرة معاد المواصلة الأولى مش كده؟ أيوة أنا حكون موجود معاك فيها. ليه؟ وأنت مش قلت لي إنك عايزني أعتمد على نفسي؟ لا كلام ده قبل ظهور جيورا، إنما دلوقتي الموقف اختلف. بعدين لو حصل وطب علينا وأنا موجود ما فيش مشكلة، جوز خالتك وجاي يزورك. طب وبعد كده برضه هتفضل معايا؟ لا بعد كده البركه فيك بقى. جاكوب. ايوه يا حبيبتي. العشاء جاهز بونامو. تو دو سويت مونامو. يلا 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 قوم ناكل، فك التكشيره اللي على وشك دي. انا مش عايل يا جاكوب عشان تحوط عليا من كل ناحيه. أولاً أنا اسمي أونكل جاكوب، إحنا عندنا في البلد اللي يتجوز خالتي نقول له يا جاكوب يا أونكل، فاهم يا ولد؟ فاهم. قول فاهم يا أونكل. فاهم يا أونكل. أيوة كده، فكاها عشان تحلو. أحسن ريحة أكل خالتك نخشيشت في نخشيشي وحركت المسائل. يلا. دي آخر معلومات جات لنا من الاستطلاع الجوي عن تجمعات القوات الإسرائيلية على الضفة الشرقية للقناة وبعمق حوالي 30 كيلومتر، وزي ما هو واضح قدام حضراتكم هي عبارة عن نقاط إنذار خفيفة على طول خط القناة إلى جانب مراكز مدفعية وتجمع دبابات بعمق حوالي 15 كيلومتر وقوات احتياط كبيرة جدا ومدرعات النسق الثاني على بعد 25 كيلومتر. وطبعا والنتيجة للخسائر الكبيرة اللي تكبدها العدو من جراء عمليات القصف المدفعي وعمليات عبور قواتنا الخاصة ومهاجمتها للمواقع المعادية، فكر العدو في إنشاء خط دفاعي على طول خط القناة. المهم بالنسبة لنا جدا دلوقتي إننا نعرف هم بيفكروا في إيه، بيخططوا لإيه بالظبط، وإيه هي نوعية الإنشاءات والتحصينات اللي هم بيفكروا يبنوها. طبعا دي مهمة الجهاز عندكم يا سيد أمين. عاوزين نعرف هما بيخططوا لإيه جوه إسرائيل،
عاوزين نعرف هما بيفكروا في ايه، ناويين على ايه، والا هنبقى زي اللي بيحاربوا هما عمي. التوجيهات العسكرية بقت واضحة وصريحة. المطلوب منكم انكم تحددوا الاهداف اللي محتاجاها كل ادارة وتقدموا لي كشف بيها الاسبوع اللي جاي. مفهوم يا سادة؟ تمام يا فندم. اتفضل. شكرا. تعال يا يوسف. سيادتك طلبتني يا فندم. ايوه يا يوسف. اخبار الراجل الجديد بتاعنا في حيفا ايه؟ هيتم اول اتصال بيه النهاردة ان شاء الله يا فندم. الساعة كام؟ 9 بالليل. هكون موجود معاك قبل الميعاد ان شاء الله. واجهز المواصلة. اوعى تعمل كده تاني. الحاجة دي ما تطلعش من مكانها الا قبل ميعاد المواصلة بخمس عشر دقايق بكتير. الله، هما ما دربوكش على الحاجات دي ولا ايه؟ اه طبعا دربوه. ما انا ما كنتش هطلع الحاجة على هنا. انا كنت هحطها في الأوضة الجوانية واقفل عليها الباب كمان. صح. انت كده بتفكر صح. بس برضو الحاجة ما تخرجش من مكانها إلا قبل ميعاد المواصلة. مفهوم؟ مفهوم مفهوم يا أونكل. طب يلا بقى أنا كلنا لقمة في المطبخ. ولا عايزنا نقعد نستنى ميعاد المواصلة على لحم بطنك؟ يلا يلا. يلا. ها. إيه الأخبار؟ احنا في الانتظار يا فندم. ظبطت الموجة؟ ابتدي الإشارة عون.
الرسالة وصلت وهو معايا على الخط. اسأله إذا كان الاتصال واضح ولا لا. يرسل يا فندم. تفضل يا فندم. الطقس اليوم رائع. الحمد لله. الاتصال واضح. الحمد لله. عوني رد عليه قوله ما ينساش موضوع الموالح وقوله ان المواصلة الجاية في ميعادها. انتهى. تمام يا فندم. كده يا فندم نقدر نبتدي الشغل. طب كويس، اسيبكوا بقى تكملوا شغل. انت مش هتروح بقى ولا ايه تشوف مراتك وولادك؟ تمام يا فندم. قولي هو الدبدوب عجب بنتك ولا لا؟ جدا يا فندم. شكرا. الحمد لله. تصبحوا على خير. على السلامة. قالوا لك ايه؟ بيسألوني عن البرتقان والحمضيات والأستاذ فندي. هي المواصلة الجاية امتى؟ في ميعادها. طيب يا سيدي، ألف مبروك على نجاح المواصلة الأولانية. مبروك كده حف؟ حفتي عايز نعمل لك ايه؟ أخدك بالحضن وأبوسك. لا طبعا، أنا عايز مكافأة. مكافأة؟ تعزمني على العشاء، ناخد لنا كاسين نهايط ونرقص الساعة لسة 10 والليل في أوله. طب قبل أي حاجة بقى، زي ما دربوك تاخد الورق ده كله وتحرقه وترميه في التواليت وتشد عليه السيفون، وبعدين تلم الحاجات دي كلها وترجعها مكانها، وبعد كده نبقى نشوف هنعمل ايه. حاضر يا أونكل. جاكول. ايه رايك في المكان ده؟ مجنون مجنون، انا بعشقه. المكان ده كان ينفعني من 30 سنه، لكن دلوقتي لا 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 ما استعملوش. يعني ايه؟ هتكش مالك ولا ايه؟ بصراحه طب استنى استنى، احنا كلنا لقمه سوا. لا لا لا، كل واشرب وتمتع زي ما انت عاوز. انا شخصيا راجع المزرعه، لو كلير لسه ما تعشتش هتعشى معاها. هتلاقيها نامت هي وقفت من زمان. هصحيها وتتعشى معايا تاني. شالوم. استنى استنى بس. عايز ايه؟ انا مش دي سلومي؟ ايوه سلومي. هي مش اتجوزت؟ بالظبط كده، اتجوزت واحد بيشتغل في المقاولات، بس كبير قوي. كبير قوي في السن ولا في المقام؟ في الاتنين. طب خلي بالك من نفسك، ما تنساش بكره موضوع الموالح والمينا. ها شالوم. شالوم. سلومي. هاي. هاي. مين ده اللي كان معاك؟ ده جوز خالتي جاكوب. ده اللي اتجوزها من كام شهر صح؟ بالظبط كده. تعالى اعرفك على جابي. بص جابي. مساء الخير. مساء الخير. مساء الخير. جابي حبيبي، عايز اعرفك على صديق اعرفه من واحنا صغيرين قد كده، عبد الياهو زخاري كيرمان، عنده مزرعه في ابتن جنب بيت مامي. جابرييل ستولر جوزي. اهلا وسهلا مستر جابرييل. اهلا مستر عبد. اتفضل. شكرا. عبد ابن ايفا جارتنا الفرنساويه، صاحبه مامي قوي.
اهلا اهلا يا ابد. اسمح لي اقول لك ابد من غير تكليف. اه طبعا طبعا يا مستر جبريل، وماله؟ ما بلاش بقى حكايه مستر دي، اصحاب سلومه بعتبرهم زي اصحابي بالظبط. صبي له كاس سلومه. من غير ما تقول يا حبيبي صاحبي. ميرسي. اشتغل في ايه يا ابد؟ انا عندي مصنع حلويات في باريس، بفكر اشتغل في تصدير الموالح لاوروبا. موالح؟ انت غاوي تخسر فلوسك حبيبي؟ اخسرها ليه؟ ده البرتقال اليافاوي مطلوب في كل حته في العالم. ايوه بس مكسبه قليل، مش بيستاهل التعب وراه في اجراءات الفحص والتصدير والشحن. انت عندك فلوس كتير؟ يعني ده جابي عنده عربيه اخر موديل. طب يا اخي تعال اشتغل معايا في المقاولات، المقاولات المين دول سوق طالع قوي تكسب ده. بس انا ما عنديش اي فكره عن شغل المقاولات ده. عموما فكر، ولو قررت تعالى لي وما تشيلش اي هم. صحتك. صحتك جيبي. نفسي ارقص. انت عارفه يا حبيبتي انا ماليش في حكايه الرقص دي. اوكي نو بروبلم. عبد قوم معايا. انا قومي يا عبد، سلومي دي زي اختي. عبد تعالى بقى. يعني لا اتصلت ولا جيت. ده انا جيت لك اهو. ايوه بس جيت في الوقت اللي مش مناسب. هو الوقت المناسب امتى؟ مش عارف، حسب ظروفك. ظروفي حلوه. حلوه ازاي يعني؟ عندي 10 ايام اجازه. وناوي تعمل فيهم ايه؟ حاجه لسه مش عارف، افكر اروح ايلات. بيقولوا بقت مصيف ومشتى وكل حاجه. وكل حاجه؟ كل حاجه. ويا ترى رايح لوحدك؟ مش عارف، انت رايك ايه؟ انا رايي ان المشوار بعيد، ولو رحت لوحدك هتزهق. وانا بقول كده برضه. طيب ورايح ايلات امتى؟ مش عارف، بكره عندي شغل الصبح. ما تخليها بعد بكره. اشمعنى؟ اصل بكره جدي رايح تلاقي وهيقعد هناك اسبوع ويمكن اكتر. أسبوع. حلو. أنا برضو قلت. على فين حضرتك؟ أدون توفيق فياض في الجمرك. شكر. صاحب العربية 504 مظبوط؟ مظبوط، عابد زخاري كرمان. اهلا اهلا ادون عابد. خير؟ ورق العربية فيه مشاكل؟ لا 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 اطلاقا كله تمام. امال ايه؟ عندك عربية تانية عايز تدخلها؟ لا لا اطلاقا، انا بفكر اشتغل في التصدير، تصدير الموالح برتقال واستفندي ليمون. اشمعنى يعني الموالح؟ اصله مطلوب مني بكميات كبيرة قوي، وانا الحقيقة ما عنديش فكرة عن اجراءات التصدير والاوراق بتاعته. قلت يمكن الاخ توفيق يقدر يساعدني في الموضوع ده. دول مجموعة من الأصدقاء جاهزين ياخدوا أي كمية من البرتقال اليافاوي نقدر نصدرها لهم. هناك بيعشقوا البرتقال الإسرائيلي. البرتقال اللي بتزرع في أرض إسرائيل كلها أصل بذور عربية متوارثة من سنين طويلة جدا. على فكرة أنا بحترم وجهة النظر دي. أنا نسيت أسألك على والدتك، هي أخبارها إيه دلوقتي؟ والدتي؟ آه والدتك. لما كنت هنا بتخرج عربيتك قلت لي ان والدتك في المستشفى عندها كومة سكر. اه لا بقت كويسة ورجعت البيت، البركة فيك. لا قولي قابد دي اصلها ايه؟ عبده
ولا عبد الله؟ ايه رايك نقعد في اي حته قريبه من هنا؟ العرب غلطوا انهم قبلوا قرار التقسيم. تقسيم ايه؟ تقسيم فلسطين سنه 47. الله، الامم المتحده. اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق ان حد هيديك حاجه اذا ما كنتش قوي تقدر تاخد حقك بدراعك. اوعى تصدق الكلام الفارغ ده. كلام فارغ ايه؟ قرار الامم المتحده ملزم للكل. ملزم على الضعفه بس، انما الاقوياء. شوف اخ عابد، العدل عشان يتحقق لازم تكون في قوه بتسنده، والمطالبه بالحق من غير قوه تبقى شحاته. شحاته ايه يا راجل؟ لما ياخدوا ارضي غصب عني اكرم لي مليون مره لهم ياخدوها بموافقتي ورضاي. بس النتيجه كده هتبقى ان كل حاجه هتروح منكم يا توفيق. اللي يروح كله يصير ويرجع كله، ولو انا ما قدرتش ابني هيقدر او ابن ابني هيقدر. الارض هترجع لاهلها، المهم اصحاب الارض دي ما ينسوش هم مين واصلهم ايه. جذورك هناك يا ابني، اوعى تنسى جذورك. ايه، خلصت اكل ولا ايه؟ خلاص كده. ابو عمار بتعمل ايه؟ عازم. انا اللي عازمك؟ لا عيب يا اخي ابني، انت ضيفي. عيب ما صحش. المره الجايه انت اللي عازم. ماشي. اهلا. اهلا يا فندم. اهلا خطوة عزيزه. أنا جاي أعبر لك عن إعجابي بالمجهود اللي أنت بذلته مع الولد بتاعك والنتائج اللي أنت توصلت لها معاه. تفضل سعادتك. عفوا يا فندم، كل ده ببركة إشراف سعادتك وتوجيهاتك. سيبك بقى من المجاملات دي يا يوسف، قول لي بقى ناوي تعمل إيه؟ والله يا فندم أنا شايف إنه أهم أولوياتنا دلوقتي إننا نستغل تعاون عابد معانا ونكون من خلاله شبكة متشعبة الاتجاهات تشتغل من داخل إسرائيل. بس طبعاً ده في الأساس يستدعي أن احنا نحدد أولوية المعلومات اللي احنا محتاجين لها، علشان بالتالي نقدر نحدد نوعية الأفراد اللي ممكن نضمهم للشبكة دي. وده بالفعل اللي أنا طلبته من مديري ورؤساء الأقسام عندنا في الجهاز، إنهم يحددوا الأهداف اللي محتاجاها كل إدارة عشان تخدم التوجيهات السياسية والعسكرية في البلد، خصوصا اننا داخلين على مرحله صعبه قوي. جبهه القناه ولعت والاشتباكات بقت شبه يوميه، وطبعا العدو مش هيسكت، واحنا لازم نعرف هو بيخطط وناوي على ايه عشان نكون مستعدين ليه. ودي هتبقى المهمه الاولى للعميل بتاعك، انه يبقى عنا جوه اسرائيل. تمام يا فندم. خلال اسبوع هيبقى عندك الأهداف المطلوب معلومات عنها، وبعد كده حسب سير الأحداث هنحدد المطلوب. حاضر. آه يوسف، هي المواصلة الجاية بيعقوب إمتى؟ يعقوب يا فندم عاوز ينسحب، بمعنى أصح عاوز يتقاعد. يتقاعد؟ هو بيقول إن بعد ما عابد استقر في حيفا وبعد ما هو اتجوز بيقول إنه محتاج يستريح، بس يا فندم إحنا لسه محتاجينه هناك بشدة. خلاص مدام محتاجينه يبقى خلاص مفيش تقاعد. هو كان معتمد يا فندم على ان حضرتك قلت له انه يجيب حد يحل محله لما طلب ينسحب ايام النكسه. ايام النكسه حاجه ودلوقتي حاجه تانية. احنا ايام النكسه كلنا كنا عاوزين نستقيل، دلوقتي البلد محتاجه المجهود كل واحد فينا. حاضر يا فندم. ما يجي ميعاد المواصله اللي جايه يبقى قول لي. تمام يا فندم.
ده جواز سفر باسمك الجديد، جاكوب شلومو منسا، وعليه تأشيرة الخروج. الظرف ده فيه كل حاجة، كل اللي انت عاوزه، وفيه كمان تذكرة السفر. المركب هتقوم من اسكندرية بعد أسبوع، هتروح قبرص، بعد كده هتروح على إيطاليا، هتشتغل هناك في محل بقالة لمدة 6 شهور، وبعدين هتقدم طلب هجرة لإسرائيل للوكالة اليهودية اللي هناك. خلال 6 شهور دول أنا مش عاوزك تتصل لا بعربي ولا بمصري، مش عاوزك تسير حواليك أي شكوك، فاهم؟ فاهم فاهم يا آدم. طيب أقوم أنا بقى، ما تقعد شوي، مفيش داعي نطول أكتر من كده. السفر بعد أسبوع، عاوزك تحفظ كل الكلام اللي موجود في الظرف ده، بعد ما تحفظه تحرقه قبل ما تسافر، فاهم؟ يعني مش هشوفك تاني؟ مش قريب يعني، يمكن بعد ما تستقر في إيطاليا. إيطاليا؟ شوف وشك بخير. سلام يا صاحبي. أول ما تصحى الصبح بدري تحضر السماد وتخلي العمال يفرشوه على الأرض قبل ما تروي الأرض يا صالح، مفهوم؟ حاضر استهان. إيه بس؟ الأكل جاهز. توتو سويت. مع السلامة أنت يا صالح. تصبح على خير يا مدام. أنت من أهله؟ هو أبد ما جاش معاك ليه يا جاكو؟ أبد قاعد في حيفا، يمكن يبيت هناك. يبيت هناك فين؟ أصله أجر شقة مفروشة في حيفا. شقة مفروشة بوركوا؟ أصله داخل في مشروع اقتصادي جديد واخد كل وقته. مشروع إيه؟ مشروع تصدير الموالح لأوروبا. المشروع ده لو عمله كويس هيكسب فلوس كتير قوي. وده بقى يستحق منه انه ياخد شقه مفروشه في حيفا؟ هو كل يوم الصبح بدري بيروح المينا عشان يشوف اجراءات التصدير، وبالليل بيفوت على مكاتب التصدير عشان يربط معاهم. لما يرجع بالليل هنا، لما طول عمره بيروح شغله ويرجع بالليل، مش فاهمه والله. ولا عاوز يرجع تاني لشغل البنات بقى والعيال اللي كان بصاحبهم زمان؟ لا 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 لا، عابد عدى المرحله دي خالص، ما عادش له في السهرات والبنات والكلام الفارغ ده. يا سلام، هتقولي على ابني يا جاكوب. الولد ده بقى لازم يتجوز. فين الملح كلير؟ اوه نسيته في المطبخ. هجيبه انا. قولي بجد يا جاكوب، عابد فين؟
جوزك سافر امبارح؟ اخصى عليك يا قبر، لازم تصحيني من الحلم الجميل ده. انا عايز اطمن عليكي بس. ايوه يا سيدي سافر، عنده اجتماع مع مديرين شركه سليل بني اللي بيشتغل معاها ومع قيادات كبيره في الجيش. وايه علاقه المقاولات بالجيش؟ مش عارف، سمعت الكلام كده ان الجيش عايز يبني تحسينات كبيره على الجبهه. انهي جبهه؟ ابد، انا كل اللي يهمني ان جابي يجيب الفلوس كتير، يعمل شغله فين مع مين ما يهمنيش، المهم انه يشتغل ويجيب لي فلوس كتير 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 كتير. اه صحيح، وهي الست عايزه من جوزها غير كده ايه؟ ممكن بقى نقفل على الموضوع ده وما نجيبش سيره جابي لغايه ما نرجع. تتأمري يا حبيبتي. حلوة قوي. امال لما تشوف من جوه هتعمل ايه؟ يلا. ها عجبك؟ جدا. ايه الجمال ده كله؟ تعالى لما اتفرجك على بقى. ايه رايك؟ جميل جدا، على البحر كده طوالي تحفه. اصل بحب انام وصوت البحر في وداني. طب اروح اجيب الشنطه من العربيه. مش دلوقتي، بعدين.